يعني هناخد من النشره الرياضيه او الجوله الرياضيه الخبر الابرز. فوز منتخب مصر امبارح على منتخب تنزانيا بنتيجه 2-0 في المباراه الوديه لمنتخبنا الوطني قبل المشاركه في كاس الامم الافريقيه بكوت ديفوار. كانت كده بروفا اخيره قبل سفر المنتخب الوطني لكوت ديفوار. خلينا نعرف بقى تفاصيل اكتر عن المباراه، الاستفاده اللي حققها المنتخب المصري من المباراه دي قبل السفر للعب امم افريقيا. معانا ايمن ابو عايد الناقد الرياضي. صباح الخير عليك يا ايمن. صباح الخير عليك يا استاذه منى واستاذ محمد، وتحياتي ليكم. صباح الخير على مصر، اجمل برنامج والبرنامج اللي بيعبر عن صوره مصر في العالم كله. وكل سنه وانتم طيبين، وكل الشعب المصري بخير بمناسبه اعياد الميلاد واخواننا المسلمين شركاء الوطن. كل سنه وحضرتك بالف صحه واحلى صباح مع حضرتك. شفت ازاي فوز منتخبنا امبارح على تنزانيا؟ هو ما فيش شك، هو فوز معنوي طبعا، بيأكد قوة المنتخب الوطني وبيدي دفعة كبيرة، خاصة بعد زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وللاعبين وتشجيعه لهم. كل هذا بيدي دفعة معنوية كبيرة، ومنتخب مصر دائما في كل مثل هذه البطولات الأفريقية دائما من المنتخبات المرشحة للفوز باللقب. واتمنى ان احنا ان شاء الله في هذه البطوله نعوض البطولتين الاخيرتين اللي احنا كنا خسرناهم في مباريات نهائيه، وان ان شاء الله منتخبنا وبقياده الكابتن محمد صلاح طبعا النجم الفرعوني اللي هو يعني مال العالم كله دلوقتي، اعتقد ان احنا ان شاء الله قادرين على تحقيق البطوله. وشايف انه التجربه كانت معنويه، انك انت كسبت مباراه، جربت اللعيبه، شفت اللعيبه بالذات كمان اللي هم كان عندهم اصابات ولسه راجعين من اصابات، اطمئنيت على ده، اصبح عندك تكه احتياطي قويه، اصبح عندك اساسيين تقدر تطمئن عليهم في الاستمرار. طب استاذ ايمن، بصراحه استاذ ايمن، شفت البروفا النهائيه قبل السفر امبارح ازاي ماتش مصر مع تنزانيا؟ رغم الفوز في بعض الملاحظات شويه على اداء الفريق، احنا طبعا محتاجين اداء اقوى واحسن، ويعني قبل ما نروح لكاس الامم الافريقيه في كوت ديفوار ونلعب الماتش الاولاني مع موزمبيق، في اراء كده وناس بيقولوا لا محتاجين اكتر ده من فريقنا. شفت مواطن القوه ايه، مواطن الضعف في البروفا الاخيره امبارح ازاي؟ بص حضرتك، كلنا مع المنتخب الوطني، يعني احنا يعني حته الكلام والجدل على التشكيل والاختيارات والانتقاد، احنا خلاص احنا داخلين على بطوله، فلا نملك الا ان احنا نبقى سبورت او في ظهر المنتخب، وكلنا بندعم المنتخب وبنتمنى لهم كل التوفيق وانهم يروحوا ويعودوا بالبطوله ان شاء الله. لكن هو طبعا انا مش هقدر اقول امبارح يعني بروفا جنرال، ليه؟ لانه المدير الفني ما عملش ده، لان هو بدا حتى بالمصابين اللي هم ممكن مش هيشاركوا في البطوله، زي محمد صبحي في حراسه المرمى، يعني في الاساسي هو محمد الشناوي. برضو انا شايف اني لسه راجع من اصابه، شايف برضو فتوح لسه راجع من فتره غياب عن المشاركه، فهو حب يشوف دول، لكن ما هياش نقدر نقول عليها بروفا جنرال. او كنت اتمنى طبعا، وانا كواحد يعني من نقاد الرياضيين، كنت اتمنى ان هو يبدا هذه المباراه بالتشكيل اللي هو ممكن يلعب بيه او الاكثر جاهزيه عشان نقدر نشوفه في المباراه، لكن هو حب يدينا صوره ان انا بطمئن على اللعيبه، وبالذات كمان اللي كان حواليها لغط انه ده لسه راجع من اصابه، ده ما بيشارك مع فريقه، فهو حب يلعبهم يديهم يعني زي ما بيقولوا دفعه معنويه او ثقه ان انتوا اساسيين وهتكونوا اساسيين عندي. لكن ما اقدرش اقول انها بروفا، لان يعني مش ده اللي هنلعب بيه، ولا المستوى اللي هيكون عليه المنتخب برضه في كاس الامم الافريقيه. هي مباراه موزمبيق ربما تتشابه الى حد المستوى مع تنزانيا، لكن كل مباراه لها ظروفها، ربما هو فريق مجهول لينا شويه دلوقتي، لكن خلينا ما نستعجلش اصلا في الحكم على المنتخب. لكن طبعا ما فيش شك خط الهجوم لا غبار عليه طبعا، بوجود الثلاثي مع تريزيجيه مع مرموش، كل ده بيدي، لكن خط هي ربما المشكله الاساسيه اللي ربما يواجهها مستر فيتوريا هي برضو الاصابات والتغييرات اللي في خط الظهر، لكن خط الوسط عندك مزدحم. كان طبعا يعني التشكيله عنده يعني بالاساسيين والاحتياطي النص مليان،
لكن هو هيلعب بفكر ايه هيبقى محتاج منه بايه، ده اللي نقدر نحكم عليه في المباريات اللي جايه، من مباراه موزمبيق ثم مباراه غانا ثم الراس الاخضر. حتى المستوى متدرج، يعني انت هتلعب موزمبيق ثم غانا، فريق كبير واسم كبير طبعا، لكن مش هقدر احكم على المنتخبات الافريقيه المشاركه الاخرى وقوه منافستها الا بعد الجوله الاولى عشان تقدر تشوف المنتخبات كلها وتقدر تحكم عليها. طيب فيتوريا كان قدامه يعمل ايه تاني وهو عنده اصابات متكرره عماله تحصل، وهو مش المفروض انه يتحاسب على الاصابات دي؟ اللعيبه جايه مرهقه من فرقها، واللعيبه جايه مرهقه من يعني عليهم جهد تدريبي كبير من المباريات الكتير اللي كانوا بيلعبوها بقى، سواء اللاعبين اللي جايين من مختلف الانديه. المفروض فيتوريا يتصرف ازاي في الفتره القادمه، وايه اللي المفروض اللاعبين كمان يقوموا بيه؟ اولا بحييكي جدا استاذه منى على سؤالك، بحييكي لانك انت اتدربت على وتر حساس جدا، ان احنا كنا بنحذر من ده وقلنا اللاعبين مرهقين، اللاعبين عندهم ضغط مباريات عالي جدا، مفيش فترات راحه سلبيه للاعبين، الجدول مضغوط ومزدحم، ايضا اتحاد كره القدم هو الذي سبب في ذلك، ايضا اصراره على اقامه دوري بطوله السوبر الافريقيه السوبر المصريه اللي اتعملت في الامارات بمشاركه اربع فرق منها قوام اساسي للمنتخب الوطني بالاضافه الى الزمالك، ده يعني حملهم حمل وضغط بدني ونفسي كبير جدا، بالاضافه الى الارهاق اللي احنا فيتوريا كان مضطر ان هو ما عملوش غير ده، لانه اتحاد كره القدم لم يساعده ولم يوفر له. اتمنى طبعا انه حتى يبقى في فتره تجمع اطول من ذلك، المنتخبات المصريه على مر تاريخها لما يكون في معسكرات طويله او في فتره تعايش بين اللاعبين فترات اطول او بنقول في الدورات المجمعه بيبقى ادائهم اقوى وافضل من انك انت تلعب مباريات ذهاب وعوده. فانا شايف ان هو بيدفع ثمن ضغط المباريات وثمن عدم تنسيق اتحاد كره القدم او رابطه الانديه مع المسؤولين على المنتخب الوطني وتوفير له فترات لاعداد معسكرات لاقامه معسكرات. هو ده اللي بنتمناه فعلا، التنسيق، وده يمكن واحد من اهم الحاجات اللي يمكن تفرق بشكل كبير جدا في الفتره القادمه. كل الشكر ليك الاستاذ ايمن ابو عايد الناقد الرياضي، شكرا جزيلا ليك.